هل الديلي كير زي الكير او الوقايه بتاعت الشمس بتاعت الوقايه بالشمس في المصيف؟ ايه راي حضرتك؟ يعني هل الصن بلوك اللي استخدمه يوميا بالفريكوانسي بالعدد المرات يعني او عدد المرات اليومي زي ما بطلع مصيف؟ اكيد لا. شمس المصيف انا رايح اتعرض للشمس، بمعنى انا بقعد في الشمس بتعرض لشمسين. ايه هم الشمسين؟ شمس جايه من فوق والشمس جايه ريفليكشن من الميه، بتعرض لشمسين. علشان كده والرمله بس من الميه اكتر، الميه دي مرايه زي المرايه مرايه. فانا بتعرض لشمسين. من اجل ذلك الصن بلوك في المصيف لازم يبقى كل ساعه احطه لو عايزه تحافظي على بشرتك. ومع ذلك ايا كان درجه الوقايه بتاعت الصن بلوك بتاعي برضه هتاثر شويه. يعني ايا كان بتحط الصن بلوك هتاثر شويه. ده معناه ان قوه الشمس او الشمسين بتوع المصيف مؤثرين على الجلد. طب فما بالك بقى في اللي ما بتحطش صن بلوك؟ فما بالك اللي بتقعد كل سنه 3 اشهر في المصيف؟ دي بتفرح بترجع كده مسمره واخده لون ومنوره كده. اقول لحضرتك حاجه، فيقولوا لها شكلك محلو ومش محتاجه تحطي مكياج، اصل التاني بيبقى كانه ميك اب طبيعي. وبعدين تقول لك ايه يا جماعه عجز ايه، ما انا بقالي 3 سنين اهو بروح اقعد في الشمس عادي. تعجز امتى؟ يعني تبتدي تلاحظ امتى العجز ده اللي هو واحده من الثلاث، حضرتك قلت جفاف وعجز وبقع. برافو. يبتدي شفت انا شطوره كنت مركزه علمي والله. ابتدي الاحظ الحاجات دي امتى، بعد قد ايه، ومين فيهم الاسرع في الظهور؟ تلاقي البقع اسرع حاجه اللي عنده استعداد. برافو عليكي، اسرع حاجه بتتاثر البقع او بتظهر البقع. انا بعاني. لا قسم بتعالج يعني. البقع ثم الجفاف ثم التجاعيد. تمام. وطبعا زي ما بقول لحضرتك الصن بلوك ده من الحاجات الاساسيه في المصيف. خلي بالك انا لما بامن للشمس اوكي وما بعملش اي وقايه للشمس وباخدها كده عفويا، لا بجد بعجز. هقول لك على حاجه كمان، في مشكله لو انا بلعب حديد عضلاتي هتقوى ولا لا؟ هتقوى طبعا. طب انا بتعرض للشمس انا بدي او باجهد خلايا الصبغه. ما هو الثمار ده ايه؟ خلايا الصبغه بتزود شغلها عشان تعمل فوتو بروتكشن، بعمل حمايه، هي بتعمل حمايه. فانا بديها شغل زياده. الشغل الزياده ده ممكن يزود نشاطها ويرفع درجه لونك درجه.